لا سيدي حنا كنا مستغلينه وكنا باغيين سيدي، حنا كنا باغيين هذا الملعب هذا وكنا متفقين عليه، عندنا وليداتنا كيلعبوا عندنا وليداتنا كيقراوا، تيجيو لهنا كنكونوا مرتاحين، عندنا الراحة ملي كنشوفوا وليداتنا هنايا، وما عندنا حتى شي بلاصة أخرى إلا هذا الملعب هذا سيدي، ما عندناش راضي ما عندنا ملاعب ما عندنا حتى حاجة، ما عندنا حمامات ما عندنا حتى حاجة، هذا الملعب هذا فيه بعدا وليداتنا كيلعبوا، حنا علاش سمحنا كاع شغالاتنا وجينا؟ وكون ما كانوش وليداتنا كيلعبوا ما نجيوش، هذا السيد داير معنا المزيان، فابور، المسكين يلعب، كل شيء كيلعب، كيعطي لوليداتنا الكرة، تعطي لوليداتنا التونيات، والله العظيم وسيدي ربي راه حنا صايمين، ما نحلفوش على الله على الكذوب. انت هذا القرار ديال يعني ربما تغيير الغرض الذي انشئ من اجله هذا الملعب هذا. ولا وهذا الملعب راه ضروري في الحي، وراه هذا الحي كله ما فيه لا ملعب لا حتى حاجه، ما فيهش فين يلعبوا هاد الدراري هادو، هاد الشباب فين غيلعب؟ ما عنده فين غيلعب، واش كاين شي بلاصه فين غيلعب؟ ما كاينش. وهذا راه هو المتنفس ديال هاد الحومه كامله، هاد المحومه كامله هذا هو المتنفس ديال هاد البلاصه، واش كاين شي متنفس اخر احسن من هذا؟ ما كاينش. يعني واحد اللي كاين كنشوفوا باش هاد سميتو هاد الملعب يبقى باش يستافدوا منه هاد الشباب ديال الحي.